خدنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع محمد سباهي. مغرب انتليجنس، الموقع الفرنسي القريب من الاستخبارات الفرنسية، نشر حقائق جديدة حول مقابلة كدبون مع الجزيرة. المقابلة اللي تهجم فيها على المغرب واللي اتهم فيها المغرب برعاية الإرهاب في مالي ومجموعة من الأشياء. مغرب انتليجنس ينشر بعض الكواليس ديال هذا الحوار وكذلك التحفظ ديال قناة الجزيرة وحرص كدبون على أن يمر هذا الحوار دون أن يتدخل مقص الرقابة. غادي نتكلموا كذلك في هذه الحلقة حول واحد القنبلة تفجرت مؤخرا وكانت على قناة الأخ يوسف لين، اللي هي بخرائط تابعة للبعثة الفرنسية المدرسة للبعثة الفرنسية في المغرب، خريطة المغرب مبتورة. كنا أقمنا الدنيا في بداية الموسم الدراسة على مثل هذه المقررات، ولكن تبين من خلال ما يجري الآن أنه الخارطة لا زالت في أقسام أو كذلك في الفصول الدراسية ديال هذه البعثات الفرنسية. خديجة بن قنا أثناء حوارها أو لقائها واحد المباشر مع التعارجي أسرت له بسر عظيم، وهو أن جدتها مغربية وأن نصفها مغربي، وهذا ما دعا إلى استغراب المسمى التعارجي. غادي نجبدو كذلك هذا الفيديو وغادي نتكلم عليه ونجيب لكم واحد الفيديو طريف ردا على تصريح كدبون دائما على الجزيرة اللي قال لهم الجزائر ستدخل كعضو ملاحظ في بريكس. واحد الجزائرية بواحد طريقة زوينة جدا فيها مليئة بالسخرية والتهكم والفكاعة. غادي نخليكم مع هذا الفيديو صوتا وصورة نهاية هذه الحلقة، تبعونا من الأول حتى الأخر. مشينا مع محمد السباحي. خذنا تحية مجددة. الأمم المتحدة كتصدم ليكاسي ديال الكراغلة بواحد الصورة كاينة عندها في داخل المبنى ديال الأمم المتحدة، وكتبت على مواقعها في التواصل الاجتماعي هاته الهدية، يعني هات الصورة اللي كاينة من الفسيفساء صنعت في المغرب وأهديت إلى الأمم المتحدة عام 1963 يا كورغولي. اسمع مزيان، السنة لوحة فسيفسائية مكتملة على الطراز الأندلسي للقرن الثاني عشر، وقد تم تجميعها بالكامل يدويا من قبل فنان من فاس. الحريفية ديال فاس هم الذين صنعت أناملهم هذه التحفة الفنية، يعني الدليل بالواقع ماشي بالمواقع وليس بطبع لي علتوني وكذلك على الصنادل. خدنا كذلك غادي نتكلموا في هذه الحلقة على واحد الفضيحة يعني كبيرة جدا الإخوان، راح نتكلمنا عليها بزاف ونقشناها بزاف في بداية هذه السنة حول بعض الكتب اللي فيهم خريطة المغرب مبتورة ترسلها البعثة الفرنسية إلى مؤسساتها هنا في المغرب. وتكلمنا وأدنا هذا الفعل أو هذا الجرم، ولكن تبين من خلال واحد التدوينة لحالنا الأخ يوسف لين قال بأن واحد الأستاذة مغربية رسلت له مجموعة من الصور من مقررات دراسية تدرس هنا في المغرب. شوفوا معنا خريطة المغرب كيفاش دايرة في خريطة إفريقيا. عباد الله، خريطة المغرب مبتورة، ما هذا الجرم؟ أين الرقابة؟ أين الدولة؟ أين السلطة المحلية في الأماكن فين كاين البعثات المدرسية؟ أين هو الترخيص ديال وزارة التربية الوطنية؟ أين أين أين؟ لهذه الدرجة نحن مفتنين مع الناس ديال الخارج الذين يبطرون خريطة المغرب، ونجيو حنا اليوم هنا في المغرب أبناء مغاربة يدرسون في مؤسسات ما يعني على التراب المغربي، ولكنها معادية للوحدة الترابية. يجب الضرب بيد من حديد، ونحن نشرنا هذه الصورة يعني لنسمعكم صوت مجموعة من الإخوة المؤثرون الذين يستكيرون هذا الفعل الشنيع. مغرب انتليجنس نشرت لنا واحد الخبر، واحد التحقيق حول ما جرى بين كدبون والجزيرة. أشنو وقع؟ شنو فيما يسمى بالبودكاست كدبون مرة كيعيط على شي صحفي ولا صحفية كيدير معاه شي حوار، هو اللي كيعيط
هو اللي كيعيط على شي واحد كيسخن عليه راسه. ودائما في هذا الحوار كيبدا كيقول شي منجزات ديالو اللي ما كايناش اصلا، مثلا بحال المنجز قال لكم اعلى دخل فردي في المنطقه، وتبين بانه يعني من هو موريتانيا تقريبا راه بحال بحال هو موريتانيا ومن الاخرين في المنطقه المغاربيه، يعني كذاب. كذلك من الامور اللي كيقول في هذه اللقاءات الصحفيه ديالو دائما سب المغرب واتهام المغرب بشي حويجه، دائما كيجبد المغرب. شفناه تكلم على المغرب وقال لك بان المغرب يرعى مجموعه من الجماعات الارهابيه داخل مالي، وبانه جوج او بعض الدبلوماسيين الجزائريين ثبت انهم قتلوا من طرف هذه الجماعات الارهابيه التي يدعمها المغرب. لا اله الا الله محمدا رسول الله. هذا الامور كتدوز، نقدروا نقولوا كتدوز عاديه في التلفزيون الجزائري، ولكن هاته المره على على قناه الجزيره فالامر خطر والامر جلل والامر فيه ان منبر ديال الجزيره القطري، ونعلم بان قطر المغرب ما تخلاش عليها اثناء ملي كانوا علنوا عليها دول الخليج الحصار، المغرب ارسل لها الغداء. كذلك العلاقه الطيبه اللي كنعرفوها بين امير قطر وملك المغرب. فماذا جرى للجزيره؟ بعض الكواليس نقلت لنا مغرب انتليجونس بان كدبون وقف بنفسه على ان الحوار يدوز بهذه الطريقه. الجزيره ملي تصور البرنامج تواصلوا مع مكتب الاتصال ديال كدبون باش يقولوا لي بانه خاصنا نديروا شي تعديلات وخاصنا نقطعوا شي حويجات من هذا التصريح، لانه قال شي حويجات ممكن ان تفهم غلط وتجبد صداع وتجبد واحد الروينه تنوض مره اخرى. المستشارين يشاروا انه كذلك المستشارين ديال كدبون حسب المغرب انتليجونس فهم حذروه وقالوا لي بانه ما خصكش تهاجم مره اخرى المغرب بهذه الطريقه. كدبون وقف قدام الكاميرا ولكنه لم يسمع صوتهم وبدا كيقول الكلام اللي سمعته. من بعد ما الجزيره دخلت باش دير شي شويه ديال المقص وديال التعديلات، وقف كدبون بنفسه على ان يمر كل جملة قال على المغرب خاصها تدوز. قال لهم اي، لانه شوف هو لان راس المال ديال الوجود ديال النظام الجزائري اليوم هو العداء للمغرب. الصفقات ديال الاسلحة وسرقة الاموال ديال الجزائريين باش يديروا لها واحد جوستيفيكاسيون واحد التبرير، خاصهم دائما يقولوا لهم راه كنشروا السلاح. علاش كنشروا السلاح؟ لانه كاين واحد العدو حدانا، مع ان المغرب لا يعتبر الجزائر عدوة نهائيا. وحتى هذه التصريحات اللي كانت تظن الجزيره وكانوا كيظنوا مجموعه من المتتبعين انها غتنوض واحد القرباله وبان المغرب غادي يخرج وغادي يرد على كدبون، المغرب اعطاه دائما النخال. ما شفنا ولا مسؤول مغربي ولا دبلوماسي مغربي انه جاوب على التصريحات ديال كدبون الغبيه، عاطينو النخال وهادشي هو اللي كتشعل فيه العوافي وهادشي هو اللي كتخليه يعاود يدير حوار اخر يهاجم المغرب. المغرب داير السيلونس، سكت، داها في القاطره التنميه ديالو، داها في الشؤون الداخليه ديالنا، داينا في العلاقات الخارجيه ديالنا مع الحلفاء ديالنا، والخدمه غاديه دق وسكت. في حين ان كدبون مره في الشهر كيشوف المغرب ما تسوقوش كيعاود على يعيط على صحفيين اخرين يبدا يسب في المغرب ويبدا يتهم في المغرب. المغرب ما كتسوقوش، كدوز واحد الشهر شهر ونص كيقول كدبون واه مال المغرب ما جاوبونيش، مال الملك ما جاوبني، مال مبوريطه ما جاوبني، كيعاود يعيط على صحفيين اخرين وهكذا. اذا راه اللي مريض بالمغرب هو الرئيس ديالكم كدبون وهبط لتحت. راه اما حنا شوف اليوتيوبر فقط حنا اللي كنردوا على هذا الراي، وحنا اللي كنردوا على هذا الاعلام ديالكم، يعني اليوتيوب المغربي قادي غرض شاعل فيكم العوافي ديال بصح. وهذا هو الدور ديالنا، اننا اليوم نوقفوا اي واحد خونت نفسه والضرب في المغرب. عند الصحفيه اللي دارت معها الحوار مع كدبون نهضت هذه الايام دارت واحد المداخله واحد مباشر مع 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 الدراجي البارح او البارح، وصدمته بواحد الصراحه خلاته مصدوم، خلاتو حل كيقول هذيك با 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 با. سمعوا مزيان شنو قالت بن قنا الى طارجي. ولي حتى جذور مغربيه، انا جدتي مغربيه وجدتي من امي من طنجه، والناس هذه جديده ما نعرفهاش انا خديجه. ما تعرفهاش. اذا
ماشي ما كيعرفهاش هو، راه كيعرفها لانه متبع هو اليوتيوب المغربي ومتبع الفيسبوك المغربي ومتبع تويتر. عقلت نهار نشرت ديك التدوينه قالت لهم كنت اتذكر بان امي وجدتي لبسوا الحيك وانا تعلمت لباس الحيك من امتي وامي وجدتي. جبنا لها الارشيف وقلنا بان بن قلنا مغربيه. اذا هو غير هو وكذلك بعض الجزائري اللي كانوا كيعلقوا لنا في التعليقات كانوا كيكذبوا كيقولوا لا كذب كذب في كذب بن قلنا جزائرية ابا عن جد. ولكنه هو اعتراف هذه المره بالصوت والصوره لبن قلنا اللي كانت في الحوار ديال كذبون كذبون كذلك في هذا الحوار ديالهم. قال لهم الجزائر كان فرع لنا الرسم مده هذه بان الجزائر غادي تدخل لمنظمه بريكس الاقتصاديه المجموعه الكبيره الاقتصاديه وبان بريكس وحنا غادي ندخلوا وبريكس والجزائر والجزائر وبريكس. مؤخرا في الحوار ديالهم سمعوا اشنو قال في الحوار. في اجتماع دوري اعتقد تاع البريكس والطائفه المقبله اعتقد في هذا تدخل الجزائر كملاحظ ولا كعضو. نعم اعتقد اننا ندخلوا في المرحله الاولى كملاحظ باش نصلحوا. الصدمه كانت كبيره. شنو هي الصدمه؟ هو انه قالوا لي اودي ما 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 العضويه الكامله ما نقدروش نعطوها لك، بغيتي تدخل نعطيك كملاحظ. ولكن باش نجاوبكم اكثر وغادي نخلي جزائريه هي اللي تجاوب لكم عمكم كذبون بواحد الطريقه كوميديه فكاهيه جميله جدا. شفت الفيديو عجبني واحببت ان اتقاسمه معكم. اقول لكم دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شاني ندير؟ ما على بالكش بلي كرانا عضو ملاحظ في البريكس؟ ايه رانا شرينا هادو لي جو مالو كاع باش نقعدو نلاحظو. ايه نلاحظو في المجموعة تاع البريكس واش دارو باش نتعلمو. على بالك كي صحنا ديجا عضو ملاحظ سي با مال. سنا سنا شام يديروا لي شينوا داروا طريق تحت البحر يا جدك، داروا دي بون من جزيرة لجزيرة بعدك تيجي في تحهم بابا 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 رصاصة يا جدك. سنة سنة طلعوا اللق مرة هادو ما لي ساتيليت حنا هاو حنا نديرو ما نقدروش، حنا نقعدو غير نلاحظو برك، نلاحظو الاخرين واش يديرو. تمسخر مع شعب كيما هذا دير هكايا؟ ما تمسخرش، نحلبوهم جامي. لازم يقعدو في الميزيري يا اخو. ايه هادو الشعب غير على بالك الا ترفه شويه يخرج يدير لنا الحراك ويحب يفهم. خلوه هكايا يجري مول البصله والحليب بزاف عليه. حنا نلاحظو شوف 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 الهند ديرو سيليكون فالي الهنوده الهنوده خرجوا من الازمه يا جدك. مع محمد السباحي.